السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. معلش أنا نقلت بس من مكان عشان الفيديو، لما باجي أصور هناك في المنطقة اللي أنا بصور فيها اختلاف بقى الشمس وبتاع، وشوية شمس وشوية هواء، ولما باجي أعمل مونتاج أفضل بقى إيه يعني أحاول أظبط بقدر الإمكان في الهواء وأظبط بقدر الإمكان في الإضاءة. وإن كان كده ولا كده أنا كنت هربان من المنطقة ديت عشان صرصور الحقل اللي شغال ورايا ده، فالمنطقة اللي هناك برضو فيها صرصور الحقل، حتى بيتي فيه صرصور الحقل ده، فيعني الأمر موضوع يعني إحنا بنهرب من حاجة لقينا تلات حاجات موجودين هناك، فاضطريت آسف إن أنا أرجع هنا تاني. الموضوع النهاردة هتكلم فيه هو في الاستثمار في الفلبين، وهو موضوع جديد وحدش لسه فكر فيه خالص ولا حد اشتغل فيه نهائيا. الموضوع النهاردة بمشيئة الله هو مغسلة سيارات. طبعا هنا الناس اللي هم يمتلكوا سيارات هنا في الفلبين عندهم لما بيروح يجي يغسل السيارة بيروح عند مثلا مشحمة او محطة بنزين او الكلام دوت، فلما بيجي يغسل السيارة بيلاقي فيه 3-4 حوالين السيارة، تمام، ومهرجان كده، تحس ان فيه دوشة كده بتحصل. رغم ان الكلام دوت مش موجود اصلا في دولنا العربية، يعني لما بتخش المغسلة بتلاقي فيه مكنة وبتخش وبتغسل، او في فرد واحد او في اتنين بيكونوا يعني قايمين بعملية الغسيل ديت، تمام، ويكون بمسدسات والكلام دوت. لكن هنا في الفلبين الموضوع مانوال خالص، وما فيش حد فكر ده يشتغل في الموضوع ده نهائي. يعني انا دخلت في كذا بنزينة او كذا محطة وقود وما لقيتش خالص فكرة ان يعملوا مغسلة. المكنة دي برضو من الشركة اللي أنا كنت بعرض بياناتها في المرة اللي فاتت في التلج والطوب. الشركة دي عندها المكنة، بتشتغل على كذا نوع. المكنة بتشتغل على السيارات العادية، بتشتغل على السيارات النقل، بتشتغل على الأوتوبيسات، بتشتغل على يعني كذا حاجة. وزاد على كده كمان في عندهم حاجة جميلة قوي، ان هو عنده كمان كومبريسر للموتوسيكلات. فانت عندك غالبية الناس هنا بتكون شغالة عليها موتوسيكلات وبيعمل يعني غسيل للموتوسيكلات. غسيل للموتوسيكلات بالنسبة للمنطقة اللي انا قاعد فيها 5 بيسو بس، بالنسبة لمانيلا ما بتقلش عن 50 بيسو او 30 بيسو. تغسل الموتوسيكل 30 بيسو. فالسيارة لما بتيجي تغسل، طبعا الدنيا مضطرت اهي بسم الله ما شاء الله، لما بتيجي تغسل الموتوسيكل بتيجي تغسل السيارة بتيجي تغسلها ب 300 بيسو وخمس ستة افراد. الماكينة دي بتكون فرد واحد هو اللي بيكون قائم عليها، وحتى اقصى فردين يعني، تمام، تقدر تشغل المكنه ديت. يعني توفير في العماله، وزاد على كده توفير في الميه. المكنه ديت بيكون فيها معاها جهاز، ممكن انت حاجه اكستنشن كده اضافه، تمام، تقدر تضيفها على المكنه اللي هي بتاخد الميه اللي بيتم استهلاكها وبتعمل اعاده تدوير ليها، فانت ما بتستهلكش ميه، يعني اعاده تدوير وتدخلها تاني كميه بس ما لا تصلح للشرب، يعني تصلح للاستخدام لغسيل السياره تاني، فانت كده وفرت في المياه. المكنه يعني ثمنها 1,500,000، بعيد عن طبعا الايجار الترخيص الكلام ده. طب احنا هناخد ترخيص ازاي او ناخد ايجار ازاي؟ انت ممكن تروح تتفق مثلا مع محطه بنزين، انا هاخد الجزء دوت، ويكون في يعني اماكن كتير موجوده داخل محطه البنزين فاضيه ملهاش اي لازمه، ما بسايبينها يعني. فانت ممكن تروح تتفق مع محطه بنزين، ممكن تروح تجيب حته ارض، ممكن تقدر تشتري مخزن، تتفق على ارض وتبني فيه مخزن كبير كده وتعمله لغسيل السيارات. يعني بشتى الاحوال ممكن تقدر تدبر الموضوع دوت. طب انا هستفيد ايه لو انت حضرتك فاتح في مانيلا؟ تمام، لو جات لك 10 سيارات في اليوم يبقى انت عندك 3000 بيسو يوميا. اضربهم بقى في 30 يوم، اضربهم في 365 يوم، تمام، هيطلع لك الناتج. تمن الماكينه 1.5 مليون، تمام، هتشوف انت ارباحك عامله ازاي. انا عايزك بس انت ايه تشغل نفسك معايا وتشغل دماغك عشان الناس ما تاخدش معلومات سهله منعنا عنا. اقول لك ايه، يعني واحد كان بيسالني من كام يوم بيقول لي هو قول لنا البيت يكلف كام ال 100 متر. حضرتك انا قلت لك الاسعار 1 2 3 4 وانت دربها عشان تشغل دماغك، مش لازم اقول لك السعر انا مره واحده. يعني انت شغل دماغك، لو انت مهتم هتشغل دماغك، لكن لو انت مش مهتم انت هتاخد المعلومه مني وخلاص يعني. وبعد كده لما تيجي تقعد في قاعده في ديوانيه ولا تقعد مع اصحابك، لا ده انا سمعت محمد بيقول فلان الفلاني بيقول كذا 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 وان البيت بيكلف كذا 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 كذا. لا، شغل دماغك وايه واحسب معايا. المكنه دي ما بتاخدش مساحه كبيره قوي، يعني ممكن تاخد لك مثلا حدود 80 متر مربع او 50 متر مربع باقصى حد، ده انت لو حبيت تعمل ورشه. بالنسبه للموتوسيكلات، الموتوسيكلات يعني
5 بيسو 10 بيسو. برضه لو جالك 10 موتوسيكلات، وموضوع غسيل الموتوسيكلات دي منتشر قوي يعني، الفلبين فيها موتوسيكلات اكتر ما فيها سيارات. فالمشروع مربح جدا، ولسه ما حدش دخل في الموضوع دوت خالص هنا، وما حدش فكر فيه ابدا هنا. طبعا انا هعرض لكم شويه فيديوهات، تمام، في فيديوهين، ويمكن المفروض ان انا كنت في دماغي ان انا اسرع الفيديوهات ديت واعملها مثلا 200% في السرعه، لكن يعني اقترحت ان هو تشوف الفيديو عشان تشوف المكنه، لان لقيت فيه رشاشات تحت السياره بتغسل السياره من تحت، تمام. في حاجات لازم تشوفها ديتيلز فيها. المكنه دي بتتحجم، يعني تقدر تحدد الاحجام بتاعتها كبير او صغير. فنتفرج على الفيديوهات وبعد كده ارجع لكم تاني.
بعد لما شفنا الفيديو يا رب اكون افدتكم بشيء، وده حاجة من ضمن الاستثمار يا رب اكون افدتكم بيه. ويا ريت تابعونا على انستجرام وتويتر وفيسبوك وعلى يو اونلاين بنفس الاسم الفلبين بالعربي، ويا ريت موجود في الديسكريبشن تحت كل الروابط بتاعتنا ممكن تقدر تتابعونا، وعايزين اقتراحاتكم وارائكم عشان نعرف اللي انتوا بتحبوه. شكر لكم جدا المشاهدة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.